وبينما ترحب المغرب بسائحين صينيين، ترحب الأسواق العراقية بالبضائع الصينية، وتحتل الصدارة هذه البضائع في مختلف المجالات، ومنها أيضا الأقمشة والتي تنتشر على نطاق واسع في العراق بمختلف الأنواع والأشكال، وباتت تنافس مثيلاتها من المناشئ العالمية الأخرى. تفاصيل مع مراسلنا من بغداد. سوق التوختية هو من أقدم الأسواق البغدادية التي نشأت إبان العهد العثماني، سوق يختص ببيع الأقمشة ومن جميع المناشئ العالمية، ومن بينها الأقمشة الصينية التي تتواجد في جميع محال هذا السوق التراثي. سيد صباح من بين أقدم التجار هنا، وهو مختص بأنواع من الأقمشة ومنها الصينية. اكو بضاعة صينية جيدة جدا، يعني الظاهي المنتوج الانجليزي الظاهي موجودة زين، واسعارها تغلى. اكو بضاعة لا طبعا سعرها اقل، اغلب العالم اللي اتجهت عليها لان اسعارها مناسبة وجودتها يعني جيدة، واكو تعاون ما بين مثلا الجانب العراقي والجانب الصيني، هاي الشغلة اكو تعاون. فالاقبال عليها قلت لك يجي من ناحية هي الجودة والسعر الجيد المناسب، يعني من هاي الناس تقبل عليها، لذلك تشوف البضاعة الصينية منتشرة عندنا. ومع ارتفاع الطلب على الأنواع المختلفة من الأقمشة الصينية في الأسواق العراقية، ظهر في هذا السوق تخصصات مختلفة لبيع تلك الأقمشة، فمنها الرجالية ومنها الخاصة بصناعة العباءة النسائية التي تعد الزي الأشهر للنساء في العراق. الفترة الأخيرة الأربع خمس سنوات الأخيرة زادت نسبة 70 إلى 80% صيني، والباقي 5% و10% الباقي مناشئ. فعندنا الصيني هو الأكثر شعبية وأكثر غالب. بالنسبة لنا الأسود يشتغل يعني العباية النسائية اللي تستخدم بالعراق بالوسط وبالجنوب، تستخدم هذه العباية. وعندنا أصناف تستعمل أصناف ثانية تستعمل شمال العراق. وسجلت الأقمشة الصينية كذلك انتشارا على نطاق واسع في مجال صناعة الستائر التي تميزت بأنواعها وألوانها المتعددة، فضلا عن كونها ذات جودة تضاهي الأقمشة الأخرى وثمنها مناسب للجميع. كلها عندي صيني، كلها صيني، هذا المحل كله صيني عندي موجود، وإقبال عليه موجود، بس نوعية جيدة. ها تجيب نوعية زينة مرغوبة بالسوق، صيني ماكو مشكلة بيه، الناس رغبة، حتى نوعيتها زينة وسعرها مناسب. وتساهم تجارة الأقمشة الصينية بنسج طريق الحرير بين بغداد وبكين ومن جيل إلى آخر، رغم المنافسة الكبيرة مع البضائع الأخرى. وبحسب تقديرات المختصين، فإن استيراد الأقمشة الصينية يقدر بملايين الدولارات سنويا، ويعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتعد الأقمشة الصينية من أقدم البضائع التجارية التي يستوردها العراق من الصين، والتي انتشرت أسواقها في الآونة الأخيرة لدخولها في صناعات مختلفة. تحسين طه، قناة CGTN العربية، بغداد.